ماجدة. ماجدة الرومي مولودة 13 ديسمبر 1956، مطربة لبنانية. هي من عائلة الرومي التي تتأصل من عائلة البرادعي من مدينة صور في جنوب لبنان. عائلة برادعي كانت دائمة الزيارة لمدينة روم في تركيا، وأخذت لقب الرومي منها، وهي ابنة الموسيقار اللبناني حليم الرومي الذي ولد في صور جنوبي لبنان. وفي عمر السنتين سافر مع عائلته إلى فلسطين بسبب الحرب العالمية الأولى، ومن ثم عاد بعدها إلى وطنه الأم لبنان ليعمل ويتوفى فيه. وهي ابنة ميري لطفي المصرية من بورسعيد، ولدت في كفر شيمة، وتعد من أشهر الفنانات العرب ونجمة في عالم الموسيقى والغناء العرب. توفيت صباح يوم 25 أكتوبر 2016 والدة المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث رحلت في الساعات الأولى من الصباح بإحدى المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أن تدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة في ذلك الموعد. الله يرحمها. دي والدتها ميري لطفي، مصرية من بورسعيد، توفيت في 2016، وده والدها وهي كانت صغيرة. هنا صور نادرة لماجدة الرومي مع والدتها، صور جميلة. وهنا مع عائلتها ووالدتها، وهنا ماجدة الرومي وأسرتها في احتفالهم بعيد ميلاد والدتها. كانت العلاقة بينهم وثيقة. صور نادرة جدا ليها مع والدتها اللي تشبهها برضو. انتوا ايه رأيكم؟ شبه كبير؟ شاركونا في التعليقات. تزوجت ماجدة رومي من المهندس أنطوان فوني، وفي عام 1978 أنجبت ماجدة ابنتها البكر هلا، ثم انجبت ابنها الصغرى نور. وحضرت نور ابنة الفنانة ماجدة الرومي للمرة الأولى مؤتمر والدتها الصحفي ضمن فعاليات الدورة 14 لمهرجان موازين الغناء الدولي المقام في الرباط بالمغرب من 29 مايو حتى 6 يونيو 2015. ده هنا مع جوزها أنطوان تفوني، وهنا مع بنتها نور. ده من حوالي 4 سنين، 2016. ومن ناحية أخرى، احتفلت الفنانة القديرة ماجدة الرومي في 2007 بزواج كريمتها هلا من إيلي قرعان في كنيسة ماري إلياس في القنطرة، وتخللت مراسم ترتيل لجوجة الأب خليل رحمه، حيث أهدت الماجدة ابنتها هلا أسطوانة تضم أغنيتين جديدتين تخاطبها فيهما، متمنية لها زواجا سعيدا. الأسطوانة وزعت على المدعوين الذين حضروا الحفل، وحملت على غلافها إهداء بخط يدها جاء فيه إلى هلا وإلي مع محبتي الأبدية. بالإضافة إلى ذلك، فقد غنى الفنان رامي عياش للعروسين، كما شهد الحفل عزفا على الكمان الموسيقي المعروف جهاد عقل. وهنا صور الزفاف الأسطوري، وكان الفستان بسيط وشيك، وهنا البنات موقفينهم صفين في الكنيسة كأنهم ملائكة، وهنا مع عريسها. وهنا بين صفين الورود، والكاهن بيلبسهم تاج. دي هالة بنت ماجدة الرومي في زفافها. وهنا 3 أجيال، بنت وأمها وجدتها.
هنا هما بيقطعوا التورتة. التورتة كانت حوالي 8 أدوار، هنشوف برضو صورة التورتة كمان شوية. هنا وهي بترمي الورد، أي حد يلقفه يبقى هيتجوز قريب. والبنات بيبقوا لابسين نفس الموديل ونفس الألوان. كان فرح جميل طبعا، بنت ماجدة الرومي نجمة الطرب العربي. وهنشوف برضو أسرار عن ماجدة الرومي ونشاطاتها الإنسانية. ماجدة الرومي محبوبة طبعا في الوطن العربي كله والعالم، ما سمعناش عنها حاجة مسيئة أبدا. وأنا هذه التورتة حوالي 8 9 أدوار. ولدت ماجدة الرومي في بيت فني، فهي ابنة الموسيقار الشهير في العالم العربي حليم الرومي، والذي كان وراء بروز أسطورة الغناء السيدة فيروز. ولقد تأثرت ماجدة الرومي منذ الطفولة بكبار الموسيقيين العرب أمثال محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان. وقد لاحظ ريموند صدفي ابن عم ماجدة أنها تملك صوتا استثنائيا يمكن أن يحدث ثورة إن هي احترفت الغناء، لكن العقبة الوحيدة كانت تكمن في حليم الرومي الذي رفض في البدء هذه الفكرة. وبعد الموافقة اتجهت نحو برنامج استوديو الفن، البرنامج الأكثر شهرة في لبنان، وذلك بمساعدة ابن عمها، حيث أذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز لأغنية المطربة ليلى مراد أنا قلبي دليل، فمنحتها المركز الأول وبكل تفوق. حليم الرومي لم يستطع أن يقول لا أمام التفوق الملحوظ الذي حققته ماجدة، فأعطاها مباركته وتمنى لها التوفيق، بل ولحن لها بعضا من أغانيها فيما بعد.